سيداتي أنساتي وسادتي المشموم تيست عندكم المشاكل في العلاقة ديكم كاين المشاكل في العلاقة ديكم كاين الشكوك في العلاقة ديكم متأكدينش نجرب معكم في المشموم تيست أشرف أخبارك كلشي بخير حبيبي السلام عليكم خويا مومو كيداير لاباس عليك الحمد لله وأنت لاباس الحمد لله عرفتي والله الا فرحان حيت كندوي معاك اليوم وحق الله مرحبا اخويا انا فرحان بزاف بغيت نجرب نوره برنامج راديو والله الله يحفظك الغزال مرحبا بي مرحبا اللي ريح الشمنه بغيتي تجرب نوره هذه عامين وانت معاها اي خويا هذه سبع شهور باش وليتي كتشك فيها سبع شهور عاد باش وليت كنشك فيها حيت ما بقاش الاهتمام كيف ما قبل ياك دابا اللي وقع نقدر نعاود لك القصه ولا نعاودها بسيطه عاود لي كل شيء عاود لي اللي بغيتي مرحبا شاف الله يحفظك سيدي فاش كانت توفيات الوالدة ديالي شحال هادي تقريبا الله يرحمها في 2010 كانت خلت لي تقريبا واحد البركة ومهم بعد المحكمة وداك الشيء وسميتو خديت داك النصيب ديالي خديت تقريبا واحد 32 مليون مؤخرا هذا الشيء في 2020 في كورونا المهم شريت السكن ديالي وشريت السكن ديالي ب 25 وجوج وداك الشيء المهم طلع لي داك الشيء ب 27 وداك الشيء اللي بقى لي فرش به الدار وصافي بغيت نتزوج مزيان هي فين تعرفت على السيده هذه وقبل منها كان خاطبها واحد الدري وصافي ما كملوش مع بعضياتهم وديك الساعه فاش تعرفت على انا طوينه وداك الشيء وكنت غنتزوج بها واحد النهار نزلت في الهبطه ديال الحاج فاتح في كازا حتى كنلقاها دايره كسيده بموطور هي وهاد الخطيب ديالي اللي قبل منها وديك الساعه كان الشمعة على علاقة معاه صافي دزت مع حيت انا كنت مولف حيت من صغري كابر بلا والده بلا والو صافي دوك المشاعر فهمتي دزت شفت فيها بقيت كنضحك زعما ديك اللعيبه ديال بعتي راسك رخيصه من بعد شي سيمانه تصاحبت مع واحد الدري صاحبي وقال لي عافاك راه بغينا نريحوا شويه وهذه وهذه وعطيتهم الفاروس ديال الدار باش يريحوا قال لي راه مريحين دراري وهذا ما قالش لي هو راه غادي شكون هادو واحد الدري صاحبي هي تعرفت على واحد الدري صاحبي مشات عند واحد الدري صاحبي فاش كانت عندها علاقه معك انت فاش داك اللي كانت دارت معاك في دار الخطيب ديالي الاول انت واخا شفتيها كانت معاه ودرت تفرقتوا لا كنت انا نازلنيش ملي شفتهم طايحين في الارض وسميت بقيت شفت فيها وبقيت كنضحك بقيت كنضحك عليها صافي وزدت في حالات ما بقيتش دويش معاها من ديك النهار هي واخا تفرقتوا ومن بعد صاحبك جا عندك قال لك بغيت السوار ديال الدار حيت بغيت نقسم واحد البنت في الدار وهذيك البنت هي هي هذه البنت اللي كنتي معاها انت هي نورا وسولت وقلت له واش فلان قال لي لا ماشي هي المهم عطيتو الساروش ومشاو رايحوا داك الشيء من بعد ملي كان جال الدار كنتفاجئ كنلقى بانه حاشاك الشراب خواتو ليا كاع فوق المناط فوق الستادر ورونات ليا الدنيا وحطت ليا داك الشيء قدام الباب وواحد الجاره مسكينه هي اللي جمعت ليا داك الشيء ميتها وقالت لي شنو طرا ولدي شنو طرا ولدي ما ترد ليا داك الصرف اللي ضحكت عليها فاش شفتها مع الاخر المهم من بعد اخويا اشرف ما كان هادشي كاع ما تقولش ليا انك رجعتي معها دابا من بعد هادشي كامل من بعد هادشي كامل طلبات مني السماحه وقالت لي انا غلطت في حقك وهادي وهادي ورجعت انا وياها اشرف وي هادشي اللي كتعاودي يمكنش بخبارك يمكنش يمكن وداك الدري صافي دارت انا وياه داك الدري صاحبي بقيت كندوي انا وياه واخا عشرق ديما وداك الشيء ولكن هادشي اللي دار معايا لا يوفر ما حشومه بحال اتفقوا عليا شو ما بزاف كاع وانت قدرتي تسمح ليها وسمحتي ليها ورجعتي معها سمحت لها قلت لي سمح ليا غلطت في حقك وهادي ورجعت معها شكون دابا تقريبا شي سبع شهور بحال هكاك باش رجعنا ودابا علاش بتجربها دابا ومنين رجعنا كندوي انا وياها كنقول لها نتلاقى ولا هادي نخرجوا ولا كتقول لي لا ما مسالياش خدامه ولا ما خلاتنيش ماما ولا ديك الهضره راك عارف واخا والدراري الدراري صحابك كيعيطوا عليك كيقول لك راه كيشوفها مع شي مع الولاد كيقول لي راه خارجه مع الخطيب ديال الاولاد هذاك اللي كان دارت مع كسيد الموتور قبل ومالك الحازق اخويا مالك اخويا مشكل والله الا مشكل وحق الله اللي بقى فيا الحال هو انه عطيتك قيمه بزاف وما خليش ما تمشي دابا انت اصلا كتحط راسك مشاكل دابا انت اختصاصي كتحط راسك مشاكل في حوايج ما كتبغي دير بهم ودابا علاش بغيت تجربها دابا؟ حيت انت بعولتك من معاها انت كتبغيها؟ انت كتحبها؟ باغي
باغي نتاكد واش كدوي مع داك السيد ولا ما كدويش مع داك السيد. شحال ما شفتهاش انت؟ شحال المده ما شفتهاش؟ تقريبا شي 7 شهور دابا. من نهار دويش انا ويا من نهار تصالحنا ما عاودتش شفتها من داك النهار. فين ما كنقولها نخرجوا كتقول لي كتلقى لي شي صبه خدامه ولا راني جيت عيانه من الخدمه ولا ماما ولا اليوم خارجين غدا انا وماما عند خالتي ولا. وكتهضر معاها كل نهار في التليفون واتساب كل نهار؟ كل نهار عادي. عاوتاني باش شكون اللي زادني الشكوك اكثر هو انه واحد المركش داير لها فابون مو شحال هادي رجعت هاد الايام هادي تقريبا شي شهير دابا ولا ما عرفت. ملي رجعت هو يتصوني عليا واحد النمره صونات عليه قالت لي الو نوره. قالت لها الو شكون معايا؟ قالت لي يوسف. قالت لها لا. قالت لها شكون معايا؟ وهي تقطع عليا. انت خدامه اشرف انت خدام؟ انا خدام. القرايه حبستها؟ حبستها. ساكن بوحدك في كازا؟ بوحدي في كازا. وعيد خوتك بواك شنو هما؟ الوالد والوالدات كانوا تطلقوا شحال هذه مشاكل قبل ما تموت الوالده في 2007 كنا ساكنين في الرباط. طلق الوالد والوالده وصافي هو مشى. هو ساكن هنا في كازا اني ساكن في لاخر. ما كتشوفوش؟ ما تقطعت العلاقه بيناتنا. وعندك خوتك؟ من با ما كتشوفهمش؟ لا. واخا اشرف اخويا غادي نعيطو نورا نجربوها. ثلاث شروط مهمه جدا في المشمول تيست. المشمول تيست هو تيست تقدر تكون بوزيتيف نيجاتيف. خاطر تقدر تعزك انت ما تعزكش انت. الا ما عزاتكش انت غير بلاتي احسن. وانت يدي خصك لابد تهضر معاه في الاخر باش ما كان. واخا اشرف؟ واخا اشرف شكرا. نعيطو اخويا. يا ربي السلام. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. نقدم لك راسي. معك فاتي من شركة ورود المغرب. احنا واحد الشركة كنبيعوا الورد ومرة كنديروا واحد القرعة. ومبروك عليك هاد المرة تهزلتني ميغو التليفون ديالك وربحتي معنا مشموم ديال الورد. تقدري تهدي الحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك. هذا السمية ديالو مدينة رقم التليفون احنا كنصيفطوا ليه حتى لعندو. لما تبغي تهدي هاد المشموم؟ لا طيب ما عرفش علاش ما جيتيش. واحد ما عندي حتى شي واحد. علاش انت يا سيلي باطا؟ ما عندها حتى شي واحد. عطاتي سابع دي منا ما عندها حتى شي واحد. شبتي عندها انت يا نورا؟ وي اش اخبارك؟ كلشي بخير؟ الحمد لله. معاك مو مبارك معنا في المشموم تيست. كاين واحد السيد اللي معيطنا باش نعيطوا لك باش نجربوه. شكون هو؟ شكرا سي بوغ لابي. مرحبا. مرحبا نورا. الصراحه فاجاتني بزاف وما عندي حتى شي علاقه من غير لافني ديالي. من غير شكون؟ ماما. الله يخليها ليك. الله يعطيها الصحه وطول العمر. غادي ندوز ليك اللي معيط على قبلك. نهضر معاها. الو 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 صافا؟ الحمد لله بخير. عرفتيني؟ لا اللي خويتي لي الشراب في طلامط. اشرف اشرف اخذتي على الشراب في طلامط. اخترعتي كونسيبت جديد. الشراب في طلامط ولا كثر ولا كثر. نعس سكران في حاجه سيريو ما كاينه. لا دابا تي قلتي ما كاين حتى شي واحد. يعني دابا شي عندك جوج احتمالات. اما كثار وما بغيتيش تقولي باش ما تضريش شي واحد. اما لا 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 بلاتي. انا بعدا قلت ما كاين حتى شي واحد. دابا انا وياك ما بيناتنا والو ياك؟ لا ماشي شي حاجه سيغيه باش نقولها. صافي اذا ما كان بيناتنا والو تكون هذه هي اخر ابيل بيناتنا. والنمره ديالك بصحه من عندك. بقيتي دوي معايا بقيت ندوي معاك. وشكرا. كدوي لا دوي معاك بريد. كنضحكش معاك. ما صراحه ما عرفتش نقولك مي ميرسي بوغ داك تفكر فينا. شكرا بزاف. واش قال لك انت حيت نسيتيه؟ لا ما نسيتش. اشرف امي ديالي صافي بون. هو بالنسبه لي ماشي اميتي. انت بالنسبه لي انت راه عنده علاقه معاك وكيبغيك وخا المشاكل كامل اللي عاودنا وقعوا بيناتكم وهذاك الشيء كامل هو باقي متعلق بك. فهاد الحاله هادي خاص واحد يكون واضح ما يخليش واحد معلق يقولها ليه. يقول لي شوف راه ما كاين والو بيناتنا راه الصداقه بوان. عمرك قلت لك انت هاد الهضره اشرف؟ عمرك سمعتيها؟ لا ما عمرك. صافي انت دابا انت دابا شو دابا انت اللي كنبغي انت. واخا صافي اذا اللي نطولوا ونقصروه هادشي صافي هو خد القرار ديالو. شكرا نورا لاحترام القرار ديال اشرف. اذا كان عزيز عليك احترمي القرار ديالو. وي واخا لا شكرا بزاف نورا. بسلامة عليك. بسلامة. بسلامة شكرا. ما تبقاش خويا شرف طلمت سي با بيان بعد الغسيل ديالهم صعيب على حسب شنو شرب خويتي. المهم اشرف
تشوكات والله الا تشوكات. اشرف انت بغيت الناس يهضروا معاك المستمعين والمستمعات يهضروا معاك دابا ياك من غير المشونتيست اخويا على قبلك انت على قبل حياتك نتايا على قبل حياتي عايشه نتايا والحياه اللي خصك تكون عايشه حبيبي لان خصك انت بوحدك انت عايش بوحدك ما عندكش العائله خاص يكون عندك واحد التوازن واحد الكليب في الحياه باش تعيش مزيان هادشي اللي عاوتينا ما عندك ما دير به وما خاصكش تبقى تعاود تعيشو عاوتاني واخا بصح شكرا لك بزاف والله عرفتي حبيبي شوف غنبقى غادي عاوتاني في العلاقه ولكن ولكن بلاتي دابا بلاتي دابا شوف دابا هضر معايا نيشان غتحبس ولا غتجلس لا غنحبس ياك غتحبس كون هاني خويا المهم الا درا قلتي دابا الرجل والكلمه والكلمه هي الراجل قلتي كلمه بقى لها واخا كون هاني خويا ماما كنشكرك بزاف مرحبا خليك معنا يتكلم معاك ناس دابا شويه 0530300 مومو مورنينغ شو على اذاعات يتخادو مرحبا بالجميع تكلموا من بعد المشروع تيست ما سمعتوش شنو وقع في المشروع تيست اليوم شكرا للجميع بزاف ناس كيعيطوا قبل اشرف باش تتكلموا معاه مرحبا سي ام شخبارك صباح الخير ماما في ملاك وشي بخير صحه لاباس الحمد لله كلشي مزيان الامور هانيه كنسلم على لمياء حاتم الطاقم ديال اتغاديو كله مرحبا لاله السلام عليكم شنو تقولي لاشرف سيام اللي بغيت نقول اشرف بعد ولدي نقول له بعد هاد البنت ما لايقاش ليه كاريمون ما لايقاش ليه كاع ولد مأدب خدام على راسو فما جاتني بيزاغ باغي يدير المشموم تيست وباغي يعرف واش كتهضر معاه واحد اخر ولو هو شافها مع صاحبه زعما اولدي الله يرضي عليك الا ما رد عقلك الله يرضي عليك حبيبي الا ما فكر مزيان ما لايقاش ليك كاع هاد البنت عرفتي خاصك ماشي غير تبعد خاصك تهرب بهاد لافاسو خاصك تهرب ما تعاودش تفكر فيها بعد من هاد صحابك اللي كيقولوا ليك عطينا الدار عطينا غتفرط في داك الرزيق اللي خلات لك يمك الله يرحمها زعما الله يرضي عليك ولدي فكر ما عمر لي كلاني قلبي على شي حد بكثرة ما كلاني قلبي على هاد الولد الله يرضي عليك اشرف الا كنتي كتسمعني راه كتهضر معاك ام اللي عندها الولاد في الفلاش ديالك اللي ما نبغيش نشوف ولدي في بحال هاد الحاله عيط خصيصا على قبلك الله يرضي عليك ولدي فكر جلس مع راسك مزيان بوحدك خدم واجل دارك وصد عليك وفكر مزيان قول حتى وكان كون خديت هاد البنت راه تعيشك العذاب ما نقياش في عقلها هاد البنت ابار انها ما نقياش حتى في الجسد ديالها الله يرضي عليك ولدي الله يرضي عليك راه الزواج راه شي حاجه ماشي كنلعبوا بيها راه عمر غتعيشوا راه حياه غتولدوا وليدات الله يرضي عليك ولدي لما بعد من هاد الاصدقاء كاملين اللي عندك دابا حاليا كلهم بعد منهم وهاد البنت هرب 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 الله يرضي عليك ولدي وشكرا انا مومو اللي تحت لي الفرصه باش نقدر نهضر مع هاد الوليد كنتمنى انه يدير عقله يا ربي امين الله كنتمنى زعما صوتو بطريقه الهضره ديالو باين ظريف غزال جونتي تبو باين فيه زعما مأصل وهذا عرفتي يا ريت كنت في كازا باش نقدر نشوف ونكون الام الثانيه ديالو يا ريت ولكن خساره انا في جديده جو با نطلع لكازا ما الله يرد بيه زعما الله يدير له شي تاويل تاع الخير شكرا انا مومو بزاف اللي عطيتيني هذه الفرصه كنشكركم بزاف وكنشكر اتراديو مرحبا لله مرحبا سي شكرا تام جديده بارك الله فيك الله شكرا بزاف شكرا ليك حميد شخبارك بخير في امان الله بخير سي مومو صباح الحمد لله حبيبي كلشي بخير شكرا تام من قلعه السرانه مرحبا حبيبي مرحبا وسلام ناس قلعه السرانه اش بتقول الاشرف اخويا بقى فيا الدري هذا ولكن شوف انا بغيت نقول ليه ينسى هاد السيده وينسى هاد العلاقه نهائيا زين خصو ينساها ويسوبريميها من الدماغ ديالو من غدا خصو يكون واحد اخر ما خصوش يفكر فيها نهائيا فهمتيني واش السيده صاحبي كتصاحب مع صحابو وكتمشي لسميتو هو كيشوف هذا الشيء فهمتيني اش كتنتظر من هذه السيده تخي قدر ليه الله فهمتيني اذا الله الخير انه بين ليه السبب قبل ما يتزوجها تخي لو كان تزوجها وبقى دير لها بحال هكا ويكون الوليدات ويكونوا بزاف ديال الحوايج فهمتيني المهم يا خويا يسوبريمي هاد العلاقه ويسوبريمي هاد السيده هادي من دماغه وغيبني حياته جديده وكاينين بنات الناس راه كاينين بنات الناس اللي بغاو يتستروا بغاو يديروا وليداتهم راه موجودين ومن سيما كما كنقولوا سيماهم على وجوههم فهمتيني
راه البنت ولا حتى ما كنهضرش حتى الجانب ديال البنات بنات ولا حتى الدراري نفس المشكل. راه كتلقى بنت الله يمر ليها الدار وكتلقى الدري مثلا كيدير شي حوايج ماشي هما هذوك. والله الله كان على حسب الاخ حميد والله يصبر الامور الله يفرحوا وليد غزال. شكرا بزاف على سميتو هذه الفرصه هذه كنشكرك. الله يحفظك حبيبي شكرا بزاف شكرا لك اخويا. مرحبا اخويا بارك الله فيك كريم شخبارك بخير. الو مومو صباح الخير. صباح النور شكرا لك اكادير. صافا انا فرحانه بزاف كنهضر معاك لا بروميير فوا. مرحبا مرحبا بك مرحبا لاله. شي مزيان بغيت نعطي لوبينيون ديالي للاشراف هو يمكن كيسمع فيا. اشرف اخويا بغيت نقول لك انت باينه فيك ولد الناس باينه فيك نقي ولد داركم. هذيك السيده ما غاديش تصلح لك اصلا هي ديجا كدير داك التخربيق داك الشيء ما غاديش يليق لك نتايا. انت باينه ولد داركم انتها بحياه جديده شوفي شي بنت الناس ان شاء الله ودير حياة جديدة. كتسمعني ماما؟ نسمعك منوم. وقلت لك سميتو خويا أشرف إذا كتسمعني عافاك بعد عليها وانتهى ديفينيتيف ما وانتهى عافاك وبدا حياة جديدة. الوالدة ديالك الله يرحمها مسكينة والوالد ديالك تصالح معاه ورجع ليه. راه حتى شي حد فينا ما اختار والديه بالعكس حتى حد ما اختار والديه وحتى حد ما اختار ولادو. رجع دوي مع الوالد ديالك وصلح الأمور وشوفيك شي بنت الناس والله يسهل عليك. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لك وبون كوراج والله يوفقك الجميع. شكرا لك بحال اللي شكرا لك بزاف. مرحبا 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 الله يفرحكم جميعا الله يفرح اشرف ويكون خير ان شاء الله. واللي بغى يدير معنا المشروع تاس تعيط مرحبا 05 30 300 300 05 30 300 300